متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة لهذا اليوم. تبقى درجات الحرارة نهار هذا اليوم أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات، لكن تكون درجات الحرارة الملموسة منخفضة نسبيا أحيانا بسبب نشاط في سرعة الرياح. الأجواء مستقرة مع ظهور لكميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان اليوم 16 درجة مئوية مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية ووجود الرياح النشطة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى للقدمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من إربد 20-10، جرش 17-10 درجات، عجلون 16-9، وفي المفرق 18-8 درجات مئوية. العاصمة عمان 16-8، سطل 19-12، مأدبة 18-8، البحر الميت 25-15، وفي الزرقاء من 17-7 درجات مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك 16-8، الطفيلة 17-11، الشراء 17-9، معان 19-6 درجات مئوية، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى اليوم إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار، لكن تكون الصغرى ليلا حوالي 14 درجة مئوية. ختاما في المناطق الشرقية تكون في رويشة 19-7، الصفاوي 18-6، وفي الأزرق من 19-7 درجات مئوية. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة اليوم. دمتم بخير، إلى اللقاء.